السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في حد بيسأل لو أنا عندي فلوس على وايز، يعني في حد بعت لي حوالة على وايز، إزاي إن أنا أقدر أسحبها؟ لأن مفيش مثلا، ما بتشوفش اي تي ام مكتوب عليه وايز. وايز ده بنك رقمي لتسهيل تحويل الفلوس، يعني تلاقي بعض المواقع يقول لك والله أنت عملت لي خدمة فهديك فلوس على وايز، فحول لك هو الفلوس، لكن أسحبها إزاي؟ بقى عندي فلوس في على الإنترنت لكن مش عارف أسحبها، يعني أسحبها إزاي؟ عندي فلوس كتيرة في دماغي بس مش عارف ازاي احولها من دماغي لحسابي في البنك. فالموضوع بسيط خالص، كل اللي عليك ان انت هتيجي هنا وتقول له سند، يعني انا عايز ابعت الفلوس دي لحد، هو مديها ان انت تبعتها البنك، فانا اقول له اه حولها لي على حساب انا بقى. تمام، اول حاجة هيسألك طبعا انت عايز تحول قد ايه وانهي عملة، وبعد كده يقول لك حدد لي حسابك في حساب البنك اللي انت عايز تبعت ليه، يعني تقدر تبعت ليك او لحد من اصحابك. تمام، فبيقول انت عايز تبعت لمين، هقول له ان انا عايز ابعت لنفسي، انا كنت بعت قبل كده لنفسي. فبيقول لي انت عايز تحول قد ايه، انت هتبعت كام، مثلا 200، هو هيستلمها قد ايه، هيستلمها 193، يعني هو خصم 7 يورو، فلذلك ما تستخدمش وقت كتير لان هو زي ما انت شايف هيخصم لك 7 يورو على طول يعني، لكن ساعات بتبقى مضطر. تمام، هو بيقول لك الفيزيس غالبا هتبقى 7 يورو. طيب هتقول له بقى كونتينيو، وبيقول لك انها هتوصل يوم الاربع، النهارده الثلاثة هتوصل الاربع، هي وصلت نفس اليوم على فكره، بعدها بساعه وصلت. وبعد كده بيسالني بقى على سبب التحويل، هل هو مقابل خدمه، هل هو مقابل ايجار، مقابل حاجه تانية، عشان تبقى بس مسجل. وبعد كده كونفيرم، ويبدا ان هو يبعت الفلوس. فدي اسهل حاجه عشان لو حد حول لك فلوس تقدر ان انت تسحبها من حسابك في البنك.